أعرب عدد من بحارة البحرين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الحرص الدائم لمتابعة شؤونهم وتذليل كل الصعاب التي يواجهونها بعد تقديم المساعدة لهم والتي أمر بها جلالة الملك المفدى، واستنكروا الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات القطرية لاستهدافهم في أرزاقهم. والله أول حاجة أحب أشكر سيدي جلالة الملك وسيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وطبعا جميع من قاموا على هالمبادرة الطيبة. وهي لان جت يعني من جلالة الملك ما هي جديدة عليه، طبعا من سنين وإحنا دائما ندعم الصيادين وغير الصيادين، وإحنا طبعا أنا أتكلم بالنيابة عن الصيادين، نشكر جلالة الملك يعني لدرجة أفلج صدورنا، لدرجة ما توقعونا شلون. وأنا واحد من البحارة اللي انظلمت من السلطة القطرية، أنا انقلبت وراح حلوي وراح كل شيء. والله المعاناة اللي عانيها يعني قاسية كثير من جهة صوب دولة قطر، يعني عانينا في السجن، عانينا في المعاملة سيئة، يعني أشياء وايد عانيناها. والله يحفظ جلالة الملك ملك القلوب، الله يحفظه ومو بقريبة عليه على هالمكرمة اللي عطانا إياها. أشكر جلالة الملك حفظه الله، وأشكر ولي عهده الميمون رئيس مجلس الوزراء على هذا الدعم والعطاء الذي قدمه لنا وجعل معنوياتنا مرتفعة الحمد لله وتحسين المعيشة. طول الله عمر الملك، ما قصر لحاسب البحاحير ومعاناتهم واللي صادهم، ما نقدر نقول والله الكلام بعد ما يحتاج، الله يطول عمره ما قصر. الحمد لله رب العالمين، جلالة الملك ما قصر، ولي العهد ما قصر على الدعم اللي قدموا لنا، وهذا الآثار بدعمكم هالإخوان كلهم جاي يستلمون الدعم مال جلالة الملك، والحمد لله رب العالمين كله خير وبركة. وأنا ما أنسى دعمه من قبل 10 سنوات، الحمد لله رب العالمين، هو خير أهل الخير وأهل البركة. مو بقريب على جلالة الملك، دائما مهتم بالشعب كامل، ليهتم بالشعب كامل ويعرف قضاياهم ويحلهم ويحل قضاياهم، ومساعدة رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن حمد، ونشكر وزير الداخلية على اهتمامه بالصيادين وحل قضاياهم اللي تعلق في البحر طال عمرك.